مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور باسم، جراح تجميل. بهالفيديو حابب أوضح بعض الاستفسارات، خصوصا هو ل كذا كاستومر سألني على القناة قلنا للأشياء الطبيعية، فيمكن كنت حاطط بوست على الإنستغرام. هلا حط الانستغرام عندي، كنت حاطط بوست على الانستغرام عن استخدام خميرة البيرة لتسمين الوجه. فعادة بالمجمل نحن وقت اللي كنا وقت بنحقن دهون بالوجه، من قبل كنا نحقن بشكل مثل شكل الفراش، مثل شكل جناح الفراش هون وهون. طبعا حقن الدهون له كذا طريقة أو له كذا شكل. بعدين خاص تقريبا بالوجه العربي، بعدين لا خلاص تغير الموديل وصار الستايل. فعادة بالمجمل صرنا نحقنه تقريبا مثل شكل الهلال، تقريبا مثل شكل الهلال التقاعر للأعلى. فعادة انتو اذا بدكم تحطوا خميرة البيرة على الوجه، هي بتأثر على المنطقة نفسها اللي هي، فأبدا ما حاولوا تحقنوا هذه الطريقة اللي هي شكل مثل شكل جناح الفراشي وتشمل كل هالمنطقة. لا، هون ضروري تكون المنطقة نحيفة، مثل الشخص او الوحدة بيكون كفيف تعمل لها خصر. هون نفس الشيء، هالمنطقة ما بنحقنها فيلر ولا بنحقنها دهون. هلا وعادة فيلر ما لو طلبوا منكم، عادة حاول نحقن هون، ممكن نحقن فيلر لنرفع شوي الجلد، بس ما بنعبي كل هالمنطقة. بالمجمل عادة في عملية اسمها بيشكتومي، بنعمل جرح من جوا بنستأصل الدهن. كل السليبريتيز بهوليوود، جوليا روبرتس، كلهم هدول، وحتى هون صارت الدرجة مثل ما تحدد تعمل كونتور او ما يسمى الدايموند فيس. فعادة هذه المنطقة لازم يكون نحيفة، فبنعمل جرح صغير ومستأصل الدهون. فأنت دائما لا يفضل أنك تعبي هون هذه المنطقة، ممكن نرفع تحت هذه العظمة، عظمة الوجنة، نحقن نقطة مشان نعمل ليفتينج. تمام، ما بنحكي على الحقن هلا، ولكن بالمجمل كمان إذا بدك تطبقي خميرة البيرة فعادة على هذه المنطقة، هذه المنطقة تحت هيك بشكل هلال، ما تحقني او ما تطبقي سوري خميرة البيرة هون. هذا اول سؤال. سؤال ثاني عن الاشخاص مع تقدم العمر، المنطقة بين الانف والشفه بتزداد، يعني الجسم حتى والوجه بيترهل، الوجه بيترهل وبيترهل بهذه الطريقة، شفاف بتنزل وبتزيد هذه المسافة. في عملية اسمها الابر ليب ليفت بتنعمل. الشيء الثاني، الابر ليفت في طريقة بنعمل جرح تحت قاعدة الانف من هون ومحاول نرفع الجلد بعد ما نسلقه. في طريقة تانية عم بشتغل عليها، ولكن الجروح من جوا بتكون داخلية. هلا بس رح اقدم كم تمرين بس هدية ل كذا متابعة عندي، رح اقدم كم تمرين لتشد المنطقة حول الفم، تشد الشفاء. هلا عادة قلت لكم شوي الحركات بتكون هيك شوي مضحكة، ولكن تابعوها معي لو سمحتوا. هذه الحلقة الثالثة. هلا عادة لازم مدي شفتك إلى الأمام، مدي شفتك إلى الأمام وأغلقي فمك. الفم لازم يكون مغلق، وأغلقي الشفتين وافتحيهم بالتناوب 20 مرة. حاولوا اعملوا هذا التمرين 3 مرات باليوم. تمام، مدي شفتك الى الاف امام، اغلقي فمك واغلقي شفتيك، عشرين مرة عملناهم. هلا حرك الفك مع الشفتين الى اليمين واليسار،
عملتهم 20 أو 21 مرة. هلأ دايما عم نحاول هذه المنطقة اللي بتترهل هي الثلث السفلي اللي هي اللي بيبين عليها الترهل. أنا ما رح أحاول مد هي التمرين الثالث، مد لسانك قدر المستطاع إلى الأمام لمدة ثانيتين أو ثلاثة كمان بعد دخله. كمان كرر التمرين 20 مرة، أنا ما رح أكرره شوي بخجل، ولكن أنتوا لحالكم. أنا عم بحاول مد لسانك إلى الأمام قدر المستطاع. حاول كأنك تحس حتى رقبتك عم تنشد. كرره ثاني مرة، كرره تمام. كمان خذ شهيق عميق وانفخ خدك ثم أخرج الهواء ببطء على دفعات. كمان كرر التمرين 20 مرة، خذ شهيق عميق وحاول انفخ خديك كأنك عم تحارد العضلة. كل تمرين اعمله 20 مرة. عادة انت وعم تعمل زفير ممكن تلفظ الاحرف الصوتية اللي قلتها بالفيديو السابق، يعني عدوا للأحرف الصوتية I E Y O U، الأحرف الصوتية بالإنجليش I E Y O U. تمام، كررون كلهم. عادة ممكن للشفاء نستخدم الفرشاة الأسنان وندلك فيها. تمام، بعد ما تفرشي اسنانك مثلا مرتين ثلاثة باليوم، استخدم فرشاة الاسنان لتدليك الشفاء. بعدين لازم تحط اكيد كريم مرطب. من احدى الاشياء استخدم عصير الخيار مشانه. هلا الثاني بالمجمل مثل ما قلنا مشان التدليك، انا اعطيتهم هذا اللي قبله كانت اجابه على الاسئله. نفس الشيء التدليك انا بحبه بالنسبه للرقبه من المنتصف، نستخدم الاصابع هذون الاربعه بالمنتصف للاسفل من الاعلى بهذه الطريقه بهذه الطريقه بهذه الطريقه. حاول ارفع ارفع بهذه كانك عم تعمل دوائر بالمنتصف للأسفل وعلى الجانبين للأعلى، بالمنتصف للأسفل وعلى الجانبين للأعلى. ممكن المنطقة هاي منطقة ندلكها هيك تدليك، هذه المنطقة تدليك الأصابع تلتقي بالمنتصف هون وبتمر على الجنب. طبعا مثل ما قلنا لازم التنظيف البشرة والترطيب والتغذية وعناية وتقشير واستخدام واقي شمسي، هاي العناية الكاملة. عادة قبل يفضل تحط كريم مرطب، انا عملته الفيديو على السريع لانه حبيت ابعت رسالة لبعض الاشخاص. عادة بالمجمل المنطقة هاي تدرك بشكل ممكن استخدم هالاصبعتين من الاسفل بطريقة لولبية، طريقة لولبية للأعلى، لولبية للأعلى. عادة هاي لازم تكون المنطقة مرفوعة، بيجوا بيطلبوا منا يرفع، فبنحقن هون على العظمة وبنحقن على المنطقة لا ترتفع. ولكن هالمنطقة دايما 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 لازم تكون ما كتير معباية، لازم تكون نحيفة. فبطريقة لولبية بهالإصبع بشكل هالات للأعلى. هلا حول الفم أنا حكيت احد الطرق، اعطيت التمارين السابقة بالمنتصف ممكن نستخدم هالاصبعتين ونرفع، لانه مع فترة بتطلع عنا تجعيدة الحزن نضطر نحقن فيلر. عادة بنحقن هون قبل ما نحقن على المنطقة لترفع. تمام، هاي احد التمارين، تدليك من المنتصف للاعلى منتصف للاعلى. تمام، وفي طريقة تانية مثل ما قلنا حول العين، بنستخدم هذه الاصبعين
هذه الخنصر البنصر والوسطى بهذا الشكل بطريقه هاي. طبعا انا اللحيه ما كثير ببين، وهذه الطريقه حاولوا يستخدموا طريقه واحده، او استخدموا على الاصبعتين الوسطى والبنصر. تمام، تكونوا حاطين كريم مرطب، ممكن تنظفوه قبل البشرة، تستخدموا المنظف الميلك بعدين تحطوا كريم مرطب مشان ما يصير في تخريش للبشرة. شو عنا كمان؟ عنا هاي تجاعيد هون مع العمر بتصير هيك، بتصير بهذا الشكل. طبعا ممكن نحقن بوتوكس مشان نخفف هذه التجاعيد وقت اللي بتدخن، وقت اللي بتعطس، وقت بتسعل. تمام، فعادة هاي المنطقة لازم ندلكها بهذا الشكل، بهذا الشكل منعكس التجاعيد، كأنك عم تستخدم الأصابع مثل المكواية بهذا الشكل، بطريقة لهون لهون لهون. تمام، وعند هالمنطقة بشكل دوائر، عند هالمنطقة بشكل دوائر، عند هالمنطقة بشكل دوائر، دوائر هون هون هون، وعادة بننزل ودوائر هون. هاي هالمنطقة حول العينين حكيت بهذا، ممكن نستخدم هالأصبعين، الأصبع السبابة والوسطى. رح افرد لألون فيديو خاص، حاول دلك بجهة واحدة، استخدم هالأصبعين السبابة والوسطى مثلا مرة مع اتجاه عقارب الساعة ومرة بالعكس، ولكن بنفس الجلسة حاولوا، لا حاولوا اعملوا هالتمارين صبح مساء مثلا. تمام، بيبقى هون هذه المنطقة أنا قلت. هل عادة هاي المنطقة اللي بتصير لنا ترهل بتصير هيك، فنحن لازم نحاول ندفع تاني مرة بهذا الشكل، مثل لولبي بهذا الشكل، لهون لهون هون لهون. من هون نبدأ من الأسفل، من المنطقة اللي قلنا أنه هاي بتصير فيها ابتسامة الحزن ومضب هيك. فعادة بهذه الطريقة ممكن تستخدم هذون الأصبعين بهذه الطريقة للأعلى، بهذه الطريقة للأعلى، هذه الطريقة للأعلى، هذه الطريقة للأعلى. كرروا كل مرة 20. لازم تكون الإيدين وفي مرطب مناسب، مرطب لبشرتكم دهنية، يستخدموا مرطب مناسب للبشرة الدهنية جافة، مرطب مناسب للبشرة الجافة. من هذه المنطقة لهون 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 هون لهون هون هون لهون هون لهون. بيبقى بالنسبة للجبهة رح أرجع، ما رح أحكي هالطريقة. عادة نستخدم هذه الأصابع الأربعة بهذا الشكل للأعلى، بهذا الشكل للأعلى، بهذا الشكل للأعلى، بهذا الشكل للأعلى. طبعا ممكن أنت بعد ما تحطي كريم مرطب مغذي بتستخدميه الليلي النهاري، كريم تجاعيد، يطبق بهذا الشكل، وزعه شوي ويطبق ونعمل هيك. شو بيبقى عنا تقريبا هيك. بالفيديو اللي بعده راح أحكي عن المساج بالنسبة للشعر والتمارين المفيدة للعنق، قبل ما أبدأ بطريقة تانية من التدليك. عم أعلمكم كذا طريقة للتدليك، الفيديو اللي بعده رح أحكي عن مساج الشعر لتنشيط فروة الرأس وتمارين للعنق. هلا أنا هذا كله اللي كان طريقة مساج، حكيت بس تمارين المنطقة الخاصة بالفم كانت ضرورية، كذا شخص سألني عنها. هي بتدعم حتى لو بدك تخضعي لعملية أبر ليب ليف، فهي بتساعد. هاد بالمجمل الفيديو، هدية كان لأحد الأشخاص لأنه تأخرت عليه بكذا شغلة فيعذرني. هلأ إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. كتير من الصبايا أكيد لما تحطوا كريمات طبقوا الكريمات بالطريقة الصحيحة. أهلا وسهلا.